السلام عليكم البنات، كنتمنى ان شاء الله انكم تكونوا بخير. بالنسبه لليوم ففكره زوينه بزاف، اكيد غادي تعجبكم ان شاء الله. وغادي نحتاجوا ليها هاد لي ساشي هادو ديال القطاني، كيكونوا عند البقال كيتباعوا فيهم الحبوب والقطاني، راه متواجدين بزاف. بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش فممكن انهم يستعملوا الورق ديال الجرائد، ولكن هادو كيبقاو احسن. اول حاجه اخواتي هي غادي نوجدوا ريضات من هذا الورق هذا، وان شاء الله غادي تتبعوا معايا الطريقه باش غادي نخدم هذا الورد هذا. بالنسبه لهذا المقطع فكنعتذر اخواتي لانني وقع لي مشكل في الصوت، ان شاء الله غادي نشرح لكم من بعد ما شفتوا معايا الطريقه باش صيبنا هاد الوردات هادو. فانا هنايا قديت ديجا واحد الكميه اللي غادي تقدني لهذا الفاز هذا اللي غادي نقاد. فبالنسبه للعدد اللي صوبت ديال الورود فتقريبا 100 100، ويعني شيط شي وحدين اللي يخصوني من بعد. فغادي نحتاجو كذلك هاد العلب هادو اللي كيكونوا عند يعني البقال كيكون فيهم الشوكولات او الفانيد. فانا احتاجيت جوج لانني درت فاز كبير وفاز طويل، غادي تشوفوا معايا ان شاء الله مازال في الفيديو. فبالنسبه لكل ساشيه اللي استعملتو ديال القطاني فهي كتقد لكم تقريبا 6 ديال الوردات، وما كيحتاجش الوقت بزاف. يعني واخا كتشوفوا العدد كبير ديال الورد راه ما غاديش تحتاجوا الوقت بزاف باش تقادوهم. غادي من بعد غادي نلصقوا يعني العلبه الاولى، غادي نلصقوا عليها العلبه الثانيه باش نكونوا الشكل ديال الفاز ويكون طويل. غادي تتابعوا معايا ان شاء الله الطريقه في الفيديو غادي تفهموا ان شاء الله.
كتشوفوا البنات مورا فاش ساليتو كيجي الشكل ديالو هكا، كيجي صراحه زوين بزاف. هانتوما ساليتو، دابا ان شاء الله غادي نصبغو. هنا البنات كيف ما غادي تشوفوا معايا صبرت هنايا بالبيض، ولكن ما عجبنيش الصراحه اللون ديالو بزاف، يعني ما جانيش زوين. ان شاء الله دابا غادي نصبغو بالفضي، يقدر غادي يجي حسن بالنسبه للبنات، فغادي تصبغوه نيشان بالفضي يعني بلا ما تصبغوه بالبيض. انا غير ما عجبنيش يعني الشكل ديالو النهائي في البيض، ما عجبنيش. دابا غادي نصبغو ان شاء الله في الفضي، غادي يجي حسن، وغادي نزيد عليه من بعد واحد اللمسه غادي تجي احسن ان شاء الله. فاش صبغتو ونشف هانتوما كيجي على هذا الشكل، هذا شويه ديال البريو مع شويه ديال كولا بيضاء كما كتشوفوا هكا. الكولا بيضاء اللي كنستعمل انا هي ديال الكريفي، راكم عارفين الا تبعتوا معايا الفيديوهات غادي تعرفوا. خلطها انا مع البريو، وغادي نديرها في هذا السورنغ هذه ديال الحنه باش ان شاء الله غادي نزوقوا بها. فتابعوا معايا الطريقه، غادي نزوقوا اخواتي بهذا الشكل هذا، غنعمروا الوسط ديال الورده، وغادي ندوزو غير بشكل دائري على الورده من الفوق غير بشكل عشوائي. اخير كيجي الشكل ديال الديكور ديالنا على هذا الشكل هذا، صراحه جا غزال بزاف بزاف، وحتى التصوير ما عطاش الحق ديالو صراحه، مباشره كيبان احسن. كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوه، اكيد غادي يعجبكم. وكنتمنى كذلك تدعموا هذا الفيديو هذا بلايك، وعلاش لا توصلوا هذا الفيديو ل 10000 لايك ان شاء الله. وما تنساوش تابونا في لاشين باش توصلوا بكل جديد الناس جداد معنا. كنشكركم على حسن المتابعه، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.